طبعا هذا شيء جميل، واحنا محتاجين مثل هذه البطولات. وانا اليوم احضر انا بطوله الدوله عاقه الصالات لكرة القدم في الصالات، أرى الحماس في وجوههم، أرى الفرح في وجوههم، لأنهم هم يحسون جزء من هذا المجتمع. فأنا أشكر سمو الشيخ خالد على هذه المبادرة الجميلة، وأرجو وأشكر المنظمين أيضا الذين قاموا بتنظيم رائع لهذه البطولة.